المعهد بقى انا كمواطن اهو ما اعرفش عنه حاجه، يعني بيتكون من ايه، امكانياته قد ايه، هو وخاصه حضرتك وكيله لشؤون شؤون المجتمع البيئة والبيئه، فانت المتعامله مع في المجتمع. المساله. هو المعهد بيقدم خدمات في 4 مجالات: خدمات العلاجية اللي هي يعني العيان بيجي لنا سواء فيروس سي أو أي مرض وبنعالجه، عندنا أقسام، عندنا 11 قسم علمي، ده أول حاجة خدمات علاجية. عندنا خدمات يعني المعهد تعليمية، في كم سرير في المعهد فيه حوالي 400 سرير، احنا عندنا مبنيين، مبنى جديد فيه حوالي 300 وشوية والمبنى القديم 80 سرير. المعهد فيه قسم أطفال، قسم باطنة، قسم جراحة، باثولوجي يعني تحاليل، كيمياء، طفيليات، صحة عامة، وكل دول متخصصين ده جاي فقط ده بقى في الجزء بتاع الكبد الدراسة مش حضرتك. كده؟ حتى الاقسام يعني مثلا التحاليل والباثولوجي دول مسؤولين عن تحاليل المرضى او ان هو نشوف عينات المرضى، فدي اقسام يعني كلها اقسام اكاديميه في نفس الوقت بتقدم بتخدم على على الأغراض العلاجية. العلاجيه بالظبط كده. عندنا بندي رسائل ماجستير ودكتوراه او بنمنح درجات ماجستير ودكتوراه، فده الشق الثاني من الخدمات اللي بيعملها، يعني اول حاجه علاجي، ثاني حاجه تعليمي. احنا بندي شهادات في 9 تخصصات سواء ماجستير او دكتوراه، في كله بقى باطنة برضو، جراحة، أطفال، باثولوجي، كلينيكال باثولوجي، صحة عامة. فبرضو يعني ما فيش أماكن في مصر غير إحنا اللي بندي يعني شهادات متخصصة فقط في الكبد، تخصصات مختلفة لكن في مجال الكبد. عندنا خدمات بحثية، المعهد في معامل بحثية على أعلى مستوى، في تعاون مع بلاد كتيرة، في بننشر في أحسن المجلات، يعني في لسه بحث منشور في مجلة بتردد على اللانسيت. المعهد قد كام واحد يا فندم؟ يعني متوسط كام في مثلا؟ المتوسط في العيادات الخارجية حوالي 1000 واحد يوميا في العيادات في الخارجية. العيادات الخارجية، بلس بقى السراير. احنا يعني تقريبا نسبة الإشغال، السراير اللي قادرين نشغلها بيبقى نسبة الإشغال فيها 100%. ال 400 احنا في جزء مش قادرين نشغله لإمكان يعني لأسباب ممكن نقولها، اللي هو طبعا احنا يعني جايين هنا عشان نقولها عشان نقول تعديدا يعني. الأسباب. هو أول حاجة احنا عندنا نقص في التمريض، يعني عندنا حوالي 80 سرير مش قادرين نشغلهم طب لأن مفيش. مصر كلها دكتور في حكاية نقص التمريض دي. احنا الحقيقة عندنا نقص شديد جدا في التمريض، والحقيقة انا لازم اقول لحضرتك ان احنا عندنا بعض الأسرة في الرعاية المركزة مش قادرين نشغلها، كل حاجة موجودة، التجهيزات موجودة، الدكاترة موجودة، مفيش تمريض. بنضغط على التمريض قد ما بنقدر، انما مش قادرين نحملهم فوق طاقتهم، وخاصة للأسف هم كتير من التمريض بيحب يشتغل في المستشفيات الخاصة طبعا عشان بتجيب لهم دخل أعلى طبيعي. فلو مشكلة التمريض دي بالنسبة لنا اتحلت، احنا السراير اللي احنا مش قادرين نشغلها في خلال 5 دقايق هتتشغل. لانه في ناس في قائمه انتظار عندكم؟ احنا بنحاول قد ما نقدر نوفر سرير للمرضى، بس طبعا بيبقى بعض المرضى ما بنقدرش ندخلهم لان السرير في بتبقى قائمة مشغوله. لان احنا طول الوقت 100% مشغولين، 100% السرير بتاعتنا مشغوله 100% طول الوقت. طب انا هكمل مع الدكتوره، يعني التمريض دي مشكله، دي مشكله. طيب خلينا نقول بقى الشق الثالث، احنا كده قلنا العلاجي العلاجي والتعليمي. والتعليمي في الثالث بقى تدريبي. البحثي، بحثي وتدريبي. احنا عندنا بقول حضرتك ابحاث في كل المجلات اللي هي العالميه زي اللانست، واحنا يعني في تعاون ما بين دول كتيره، بنشجع جدا البحث العلمي في المعهد، بنحاول نشوف منح للناس سواء للطلبه اللي هو طلبه الماجستير او الدكتوراه، نديهم فلوس بحيث ان احنا نساعدهم ان هم يعملوا الابحاث بتاعتهم. الشق الرابع اللي هو خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ده اللي أنا يعني مسؤولة وحضرتك عنه. وحضرتك كمان مسؤولة عن القوافل اللي بتطلع للمحافظات. أما حضرتك ما ده من ضمن بقى تنمية المجتمع، لأن حضرتك احنا لقينا إنه احنا لازم نوصل للناس، ما ينفعش نستنى لما الناس تجينا. لأن الناس محتاجة تحس بالأمان، محتاجة تحس إنها تثق في الصرح الطبي ده، فأنت لما بتروح لهم بيحسوا إن أنت قريب منهم، مش أنت حاجة بعيدة. احنا كنا بنروح نعمل قوافل في حاجات كتيره قوي، من ضمنها طبعا قوافل فيروس سي، احنا ابتديناها تقريبا اكتر من سنه، يمكن من سنتين. القوافل دي بنعمل فيها كشف عن فيروس سي، يعني كان ضمن الحمله القوميه، بس ساعتها ما كانتش الحمله القوميه اللي هي واخده الزخم ده بالظبط بهذا الانتشار يعني. دي حاجه. وفي القوافل كمان بنعمل حاجه كويسه قوي، ان احنا بنعمل تثقيف صحي.
التثقيف الصحي ان احنا بنقول للناس هو ايه فيروس سي، هو هينتقل ازاي، انت تتعالج ازاي. وعايزه اقول لحضرتك قد ايه الناس بتبقى مهتميه جدا بالتثقيف الصحي اكتر كمان من هي مجرد انها تكشف عندها الفيروس ولا لا. يعني احنا دايما كنا متخيلين ان يعني الناس مش عايزه تسمع معلومات، مش عايزه تسمع كلام، هي جايه تعمل تحليل وتمشي. لا، لما رحنا للقرى وقربنا من الناس لقينا لا، هم عايزين فعلا يسمعوا المعلومه، هم منتظرين، هم منتظرين. يعني احنا عندنا اربع جوانب بيشتغل عليها المعهد العلاجي والتعليمي والبحثي وخدمة المجتمع.